مستشار قانوني ومحامي بالاستئناف العالي لمجلس الدولة، رئيس الوفد المصري المشارك في الملتقى السادس للثقافة والتنمية المقام من قبل منتدى الآفاق للثقافة والتنمية بمدينة خريبكة. هذه هي المشاركة الثانية لي على التوالي في هذا العرس الثقافي الذي بدأ يؤتي ثماره وبدأ يجعل مدينة خريبكة شعاع نور وعاصمة مضيفة إلى عاصمة الثقافة فاس بجانبها أيضا، وأننا شاركنا في هذا المنتدى بفعاليات وخرجنا بتوصيات. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يلتئم المثقفون العرب في هذا التبادل وهذا التلاقح بأن يؤتي ثماره، ونشكر كل من قام على هذا المنتدى من أصغر جند إلى سيدة الرئيسة ياسمين الحاج، قدموا لنا كل سبل الراحة وقدموا لنا وجبة سريعة ثقافية تعيد الوطن العربي إلى منبره الذي قد ارتد عنه كثيرا. تبادلنا وتفاعلنا مع مثقفين، تقابلنا في هذه الدورة مع اسم كبير وعالم المغربي الناقد الكبير محمد برادة، استفدنا من علمه ومن أخلاقه ومن طيب خلقه. نأمل في أن يؤتي هذا المنتدى بإذن الله ثماره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين المساعدين والقائمين على هذا المنتدى في استمرار مجهوداتهم، ونأمل أن يقدم لهم من قبل جميع البلدان العربية أن تقدم مثل هذه المنتديات الجادة التي تدعم الثقافة دعما حقيقيا. أستاذ، هناك بروتوكول كان بينكم وبينك في مجال الدفاع عن الجالية. كنا في العام الماضي في الملتقى الخامس الذي كانت دورة العالم المهدي المنجرة رحمة الله عليه، كنا قد تقدمنا بمبادرة في بروتوكول تعاون بيننا وبين منتدى الآفاق للثقافة والتنمية في خريبكة، مبادرة الدفاع المجاني عن الجالية المغربية المقيمة بمصر، حيث أنه قد عرض علينا أن الجالية في مصر قد تتعرض إلى مشاكل جمة ولضيق المساحة ولضيق الظروف الاقتصادية مع إخواننا المغاربة في مصر، كانت تكلفون مبالغ واهظة في القضاء. فقام منتدى الآفاق للثقافة والتنمية بعرض مشكلة علينا وقمنا بعمل مبادرة للدفاع. كيف يمكن الاتصال بكم؟ قمنا بالاتصال هنا بوزارة الهجرة، وزارة الهجرة. يمكن الاتصال بوزارة الهجرة؟ فعلنا هذه المبادرة في إطار رسمي، وقمت بمخاطبة السفارة في مصر، وقمت بالإعلان عنها في وسائل التكنولوجيا جميعا ووسائل التواصل الاجتماعي، وقمنا بإعلان السفارة بخطاب رسمي موجه. كوننا مجموعة من الدفاع عن الجالية المغربية وتقديم جميع الإجراءات القانونية اللازمة مجانا لإخواننا المغاربة في مصر، هذا حقهم علينا، وهذه جزء من الثمار التي تؤتي بها مثل هذه المنتديات الحقيقية التي تقدم للوطن العربي. أستاذ، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أشكر من كل أعماق قلبي كل من هو مغربي ترابا وأرضا وسماء، أشكر هو مملكة وشعبا على حفاوة الترحاب، وأنا أشعر أنني في بلدي ما انتقلت وما سافرت أبدا، إنما انتقلت بين ظهران أهلي وأحبائي. شكرا لكم على حسن استماعكم. نعم، شكرا. تريد فقط أن تقول دائما وراء كل رجل عظيم امرأة، ولكن وراء كل امرأة عظيمة رجال. أتمنى من الصحفيين الحاضرين معنا أن يأخذون صورة مع الطاقم القناة الرابعة.
تشرفني بنكون في هذا المنتدى الكريم اللي يجمع جميع الثقافات. وكان هذا الحفل الاحتفاء شخصية مغربية كبيرة معروفة على الصعيد الدولي السي محمد برادة. نتمنى في مدينة خريبكة تكون نموذج للمدن الأخرى، مدينة خريبكة مدينة اقتصاد، مدينة الفوسفات، مدينة الثقافة، مدينة الروح. مرجو التذكير بالوفد اللي كان معكم؟ نعم، بالنسبة من المغرب، بالنسبة للوفود الحاضرة هناك على رأسهم الباحثين من الجزائر، ثم من ليبيا، ثم من فلسطين، ثم الصحافة والإذاعة المصرية. ونتمنى أن يكون هذا المؤتمر نموذجا لمؤتمرات ولندوات أخرى إن شاء الله تعم جميع البلدان بالخير وبالخيرات. وشكرا لك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكر وزارة الثقافة الإسلامية على الدعوة الكريمة، أشكر أختي ياسمين الحاج أيضا على هذه الدعوة الكريمة. صراحة ملتقى مرة حسنة، أشكر على حسن الاستقبال وحسن الوفادة منذ مقدمنا إلى مدينة خريبكة. هذه هي المدينة التي تعيش عاصمة الثقافة الغربية. أنا سعيد جدا أيضا بالالتقاء بالإخوة المغاربة وبالأشقاء العرب الموجودين يعني خلال هذا الملتقى. سعيد أيضا بالتوصيات والمقترحات التي خرجت من الملتقى. تشرفت بلقاء يعني فطاحنا العلماء والأدباء والمفكرين والشعراء، منهم أستاذنا الكبير سيد محمد برادة الذي تشرفت جدا بالاستماع إليه ومداخلاته وبتكريمه لهذه السنة. أتمنى إن شاء الله كل الخير لمغرب الشقيق ولخريبكة، وبارك الله فيك. شكرا. أهلا بك أستاذ زواوي، وأهلا بأصوات قناة تلفزيونية وجريدة. في حقيقة الأمر أنا هنا في المغرب حتى أكون مشاركا في الملتقى السادس لتلاقح الثقافات العربية، وأنا ضمن الوفد المصري المؤلف من أربعة أفراد، ومعي أو أنا معهم زملائي الدكتور أمل كحلة، الدكتور محمد فهد، الأستاذة ريم ريهام عبد الله. أتينا لا من أجل المشاركة فقط وحسب، ولكن من أجل أن نكون ناقلين لنبض الشارع المصري ونبض رجال الثقافة المصريين ولننقل الثقافات، حيث أن شعار هذا المؤتمر في هذه الدورة تلاقي الثقافات، ونكون معبرين بصورة أو بأخرى عن فكر ونبض المثقفين المصريين بالمغرب الشقيق. وفي الحقيقة أنا كما ذكرت في كلمتي أمام الندوة الختام أننا في حاجة ماسة وملحة لتوحيد اللغة بيننا والفكر ولغة الخطاب. يؤسفني جدا أخي العزيز أن أكون في بلد عربي شقيق وأفهم بصعوبة عليهم ويفهم بصعوبة عليهم. نحن في المشرق العربي بدأنا نوحد لغة الخطاب بين مصر وسوريا ولبنان وبعض دول الخليج، وما زلنا نعاني من فهم بعضنا في المغرب العربي في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وهذا شيء معيب فينا نحن كمثقفين الذين لم نسعى لحل هذه المعضلة. عندما أتحدث إلى مواطن مغربي إذا كان مثقفا فنتفاهم وبسرعة ونفهم بعضنا البعض وبسرعة، لأن لغة الخطاب عندنا هي اللغة العربية الموحدة. ولكن عندما أتحدث إلى العامة أجد صعوبة شديدة في الفهم، وهذا يؤرقني ويؤسفني. فلا بد من أن نوحد قاعدة للغة وقاعدة موحدة للتفاهم بيننا. إذا وحدنا لغة الموسيقى في العالم، إذا وحدنا قوانين كرة القدم ولعبة كرة القدم في العالم، نحن لا نقدر ولا نستطيع أن نوحد لغة التفاهم بيننا ونحن أبناء أمة واحدة.
تحية إلى هذا البلد العظيم المغرب الشقيق، المغرب الشريف كما تحبون أن تسمونه، تحية إلى شعبها، تحية إلى الملك محمد السادس، تحية إلى حكومتها الرشيدة. أنا أتذكر عندما كنت صبيا في العشرينات من العمر كنا لا نجد أبطالا عرب في مجال الألعاب الخماسية إلا من المغرب، سعيد عويطة الذي لا ننساه، نوال المتوكل التي لا ننساها. هذا البلد بلد عريق وبلد له تاريخ، لا بد من أن يفرض نفسه على الساحة العربية مرة أخرى. أستاذي الفاضل كلمة أخيرة. بكل شفافية، أشكر القائمين على هذا الحفل الكريم وعلى هذا الملتقى، وأعدكم أن أكون متواجدا في الملتقى القادم إن شاء الله، وأتمنى أن يكون ما بين الملتقيين أن تكون كل توصيات هذا المؤتمر قد تحققت إن شاء الله. شكرا سيد الصدر. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.